من زمان لما قلت لحضرتك ان قضيه التمويل قضيه استخدمت لحل الاحزاب السياسيه في 17 يناير سنه 53 هي ذات قضيه التمويل اللي علشان نعمل الجمعيات الحكوميه اللي عملت صداع زي ما تفضل الدكتور وقال عملت صداع في ذهن في 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 دماغ السلطه. هذه دي سلسله. احنا اخواننا اذا لم نكن مخلصين في العلاج هنفضل ولن نستشعر ما قامت من اجل الثوره. نحن اصبحنا في مسيس الحاجه الى تعديل قانون السلطه القضائيه عشان نتجنب هذا العوار. من سلطه الجمعيه العموميه ان تسحب التفويض من رئيس المحكمه، اذا ما سحبت التفويض امر هيلقي بظلال اكيد على وضعيته في لجنه الدفاع، هيبقى من اكرم. طيب ما هو طب هسال حضرتك سؤال، هل 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 سحب التفويض ده مش بيستدعي الرجوع لقرار او لتحقيق؟ لا لا ما هو احنا لحد دلوقتي ما فيش حد بيحقق في الموضوع. طب نوضح يعني احنا لحد تهنا. لا 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 هو في فارق بين التحقيق، يعني المجلس الاعلى للقضاء قال لك يقول انا ما انا ما ينفعش احقق مع القضاة. اه وزير العدل هو اللي بيحقق، ما احنا يعني هو اللي بيعمل التحقيق. يعني انا ما بقولش لغايه راحت